أهلا بكم. الأعصاب ما زالت مشدودة وحالة القلق تعززها الأنباء والمواقف والاستعدادات. أوكرانيا أعلنت شد الأحزمة وأقرت حالة الطوارئ، ووافق برلمانها في كييف على السماح للمدنيين بحمل السلاح استعدادا لما هو قادم من الجانب الروسي. فما هو هذا القادم؟ يبدو أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليمي دونيسك ولوغانسك عن أوكرانيا ليس إلا رأس جبل الجليد لما يخطط له الروس. فمسؤولون في الاستخبارات الأمريكية قالوا إن إدارة بايدن حذرت الرئيس الأوكراني من غزو روسي شامل ووشيك خلال الساعات 48 القادمة. تحذير يبدو أن كييف تأخذ على محمل الجد، خاصة وأن بوتين حصل بالفعل على الضوء الأخضر من برلمانه لنشر قوات مسلحة روسية في إقليمي لوغانسك ودونيسك، غير أن موسكو تقول إن مهمتها لهذه القوات ستبقى حفظ السلام. هذه القوات طبعا رصدتها رويترز بالأمس قائلة إن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنود روس اتجهت صوب الحدود الأوكرانية. الناتو من جانبه قال إن هذه القوات الروسية تواصل استعدادها لهجوم محتمل على أوكرانيا. على كل الأحوال، روسيا لم تخفي عزمها التدخل في إقليم دونباس الأوكراني الذي يضم لوغانسك ودونيسك، فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوضع هناك يتجه نحو التصعيد، وأضافت أنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لاحتواء ما يهدد السلام في الإقليم. بوادر تصعيد المحتمل هذا ليست ميدانية وعسكرية فحسب، فقد بدأت روسيا بإجلاء بعثاتها الدبلوماسية من العاصمة الأوكرانية من كييف، فيما دعت كييف في المقابل رعاياها إلى مغادرة الأراضي الروسية. ويزداد المشهد توترا، ويحاول الرئيس الأوكراني خفضه من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين قواته، بين قوات الأوكرانية النظامية والانفصاليين في دونباس، كما يحاول دفع الأوروبيين إلى دعم أوكرانيا بشتى الطرق، رابطا ما يحدث في أوكرانيا بمستقبل الأمن الأوروبي ككل. لنستمع بداية في هذا الملف إلى ما قاله وزير الخارجية الأوكراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بشأن الخطوة الروسية التي اتخذها بوتين في دونباس بالاعتراف بالإقليمين كجمهوريتين. ما فعلته روسيا يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمن والسلم الدوليين، لذا لا بد من وضع حد للتصرفات الروسية التي تسعى لتغيير النظام العالمي الذي نعرفه. فروسيا لن تتوقف عند حدود أوكرانيا، وآخرون سيحذون حذوها إن لم يتم معاقبتها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذه الجلسة انتقد من جانبه روسيا وطالبها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة. أيضا لنستمع لما قال. يواجه عالمنا أكبر أزمة سلام وأمن عالمية في السنوات الأخيرة، وبالتأكيد في فترة ولايتي كأمين عام إننا نواجه لحظة آمل بصدق ألا تأتي. إنني منزعج بشدة من آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا، بما في ذلك تقارير عن انتهاكات متزايدة لوقف إطلاق النار عبر خط التماس، وخطر حقيقي لمزيد من التصعيد على الأرض. وأنا قلق بشكل خاص على سلامة جميع الذين عانوا بالفعل من الكثير من الموت والدمار والتشرد. اسمحوا لي أن أكون واضحا، قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من دونيسك ولوغانسك هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. لنذهب في البداية لنستطلع كل جديد وتداعياته على الأرض مع مراسلين ومفدي الشرق إلى هذه العواصم والمناطق الملتهبة. من واشنطن مراسلة شرق هبة نصر، من كييف مفدي الشرق أحمد حرزلة، من موسكو مراسل الشرق أندريه كيرسانوف، ومن روستوف على الحدود الروسية الأوكرانية مفدي الشرق بدر التوجاني. أهلا بكم معنا جميعا. أبدأ معك هبة، لأنه آخر الأنباء قبل أن يعني نخرج على الهواء كان هذا التحذير من قبل الاستخبارات الأمريكية التي أخبرته لحكومة أوكرانيا بأنها تتوقع هجوما شاملا فول سكيل وحتميا وشيكا من قبل روسيا. طبعا خبرينا أكثر عن هذا الموضوع.
صحيح زينة، يعني نحن نعيش على وقع هذه الأخبار المتسارعة. الآن في هذه الأثناء مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يتحدث للصحفيين، وهذه هي الأجواء، أن هناك توقع بهجوم شامل، حتى أن هناك توقعات، يعني التقييم الأمريكي والذي تلتقي معه بريطانيا وحتى حلف شمال الأطلسي، بأن هذا الهجوم قد يشمل العاصمة كييف. هذا في التفاصيل. بحسب أيضا المسؤول الأمريكي، أنا أنقل فقط لأن الإحاطة لا تزال قائمة زينا، وأحاول يعني حاولت الوصول لبعض الصحفيين للاطلاع على ما يحصل. أيضا تقريبا حذرت روسيا بحسب المسؤول الأمريكي حوالي 100% من قواتها جاهزة للقيام بهكذا هجوم. لا يمكن للولايات المتحدة التأكيد ما إذا كانت القوات الروسية قد نقلت مزيد من القوات إلى دونباس. أيضا هناك 80% من القوات الروسية في محيط أوكرانيا هي جاهزة للهجوم. أيضا اللافت كان هو الحديث عن 10 سفن في البحر الأسود، وتقريبا يعني هذه بحسب تقييم المسؤول يقول إنه هذه السفن موجودة لسبب واحد، وهي سماح boots on the ground. That's to put boots on the ground. هذا أنقل ما أقاله لإثبات بعد التواجد العسكري في هذه الأثناء. أيضا زينة البري on the ground، يعني على الأرض، على on the field. إيه البري، يعني هي لحماية، لتأمين من سيدخل بريا بالتقييم الأمريكي. الآن ما الذي يحدث؟ نحن في البيت الأبيض، سأتحرك إلى الخارجية بين لحظة وأخرى، ربما أنا معك على الهواء ستقرأين خبر صدور عقوبات جديدة على الشركة المسؤولة عن خط أنابيب نورد ستريم 2، بالإضافة إلى إمكانية استهداف بعض النخبة، بالإضافة إلى من تم استهدافهم بيوم أمس زينة. طيب، هذا نحن بانتظار حزمة ثانية. هبة، أتركك للمزيد من هذه الأنباء التي تتواصل علينا. أذهب إلى كييف. أحمد حرزالله، أحمد، هجوم كان من المفترض، هذا الذي تتحدث عنه المخابرات الأمريكية بأن مقدمته هو هجوم سبراني وفيه الكثير من، وحتى هجوم الأصوات، هي طبيعية عندك أحمد أم هناك أي استعدادات استثنائية؟ والله الأجواء بدأت تخيف زينة طبعا مع بداية قرار الحالة الاستثنائية الذي سيبدأ، أو القوانين الطوارئ التي ستبدأ منتصف الليل، أي بعد 4 ساعات من الآن هنا بتوقيت كييف، وتوكل الصلاحيات إلى الأجهزة الأمنية، وزارة الدفاع والقوى الأمنية الأخرى، كل الصلاحيات ستوكل لها طبعا، مع زيادة التفتيش للمواطنين للمتواجدين في كل أوكرانيا، خصوصا بعد ورود معلومات بأن هناك عناصر روسية تنشط داخل الأراضي الأوكرانية، وهناك أيضا كما أشارت بعض التقارير الاستخباراتية هناك مرتزقة زرعتهم روسيا، بحسب طبعا التقارير الاستخباراتية الأوكرانية تقول بأن هناك مرتزقة زرعتهم روسيا لإحلال الفوضى داخل البلاد، في انتظار طبعا موعد لهجوم وشيك تتوقعه أوكرانيا في أي لحظة من اللحظات، خصوصا بعد الحشود العسكرية التي أصبحت جاهزة الآن على خطوط التماس في الجهة الروسية. الأجواء توحي بالقلق خصوصا لدى المواطنين الأوكرانيين، لدى تجوال طوال كل اليوم هناك عملية تبضع لشراء الأغذية، هناك أيضا صديقي في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا قال لي نقطة مهمة، بأن محلات بيع الأسلحة الفردية نفذت تماما، خصوصا بعد قرار البرلمان الأوكراني بحمل السلاح أو سماح للمواطنين بحمل السلاح للدفاع على أنفسهم. طبعا سيارات عادية أراها سيارات إسعاف تمر، ولكن الحركة تبدو غير عادية، أو هكذا أشعر.
بناء ربما على ما يرد على كل مزاج الشارع لا يخبئ نفسه أحمد، والشعور جزء من هذا المزاج. شكرا لك. صحيح. بطبيعة الحال سوف نتابع مع كل هذه التفاصيل. أذهب إلى موسكو. أندري، ماذا لديكم على مستوى مزاج الشارع وعلى مستوى مزاج السياسي والعسكري؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا. طبعا مزاج الشارع الروسي كان اليوم واضحا من خلال استطلاع الرأي الأخير الذي تم نشر نتائجه، وحسب هذه النتائج أكثر من 70% من المواطنين الروس الذين شاركوا في هذه الاستطلاعات للرأي هم رحبوا أو دعموا القرار الأخير من قبل روسيا بالاعتراف بلوغانسك ودونيسك. لكن من اللافت أو من الأسئلة الموجودة حاليا يتم تداولها في الإعلام وفي منصات التواصل الاجتماعي، هل توجد بالفعل القوات الروسية الآن على أرض دونيسك؟ ويوم أمس إدوارد باسورين مسؤول بالشرطة المحلية في دونيسك في تصريحات خاصة للشرق قال أنه ليس هناك أي قوات عسكرية روسية حاليا في منطقة دونباس. واليوم زينا دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيسك المعترفة بها من قبل روسيا أكد أيضا عدم وجود أي قوات عسكرية روسية حاليا على أراضي دونباس. لكن في نفس الوقت حسب بوشيلين نشر القوات الروسية في هذه المنطقة أمر محتمل في المستقبل. وأيضا كما أكد الرئيس الروسي نشر القوات الروسية في منطقة دونباس يعني سيعتمد على التطورات المقبلة في تلك المنطقة. لكن من اللافت أن حركة نزوح اللاجئين من منطقة دونباس ما زالت مستمرة، وقبل قليل قبل ساعات يعني تقريبا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا أشار إلى أن أكثر من 96,000 لاجئ من دونباس وصلوا إلى روسيا. طيب، وكانت هناك بعض المراكز طبعا. طيب أندري، خليني أحكي عن هذه النقطة بالضبط، لأنه لدينا بدر توجاني موجود هناك في روستوف يستطيع أن يرسم لنا الصورة أقرب وأوضح عن هذا الموضوع. بدر تفضل. أهلا زينة، تتمة مداخلة الزميل أندري كيرسانوف من موسكو، بالفعل وزارة الطوارئ الروسية اليوم أعلنت أن أعداد اللاجئين فاقت 100,000 لاجئ القادمين من إقليم دونباس هنا في الأقاليم الروسية في روستوف وفي عدة أقاليم أخرى. وكانت قبل ذلك أكدت أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 500,000 لاجئ إذا اتجهت الأوضاع في إقليم دونباس نحو التدهور. بالنسبة لنبض الشارع ارتدادات القرار الروسي التاريخي بالاعتراف بدونيسك ولوغانسك، تحاورنا مع عدد من المواطنين الروس اليوم، وسأنطلق كمان أيضا من قرارين أوكرانيين لقيا رد فعل هنا في الشارع الروسي. القرار الأوكراني الأول هو تسليح السماح بتسليح المواطنين، والثاني هو تصريح وزير الخارجية الأوكراني بشأن نفي نية أوكرانيا لامتلاك السلاح النووي. بالنسبة للنقطة الأولى، شعبيا وفي بعض وسائل الإعلام الروسية تحديدا برامج التوك شو يلقون باللوم على زيلينسكي وعلى الطبقة الحاكمة في أوكرانيا، ويدعونه لعدم الانسياق مع الوصاية كما يسمونها، مع الوصاية الأمريكية. وهنا يستشهدون بمثال أفغانستان وكيف في الصيف الماضي انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان، يذكرونه بهذه النقطة أن الولايات المتحدة كثير من المرات خذلت شركائها إن صح التعبير. اليوم بالنسبة للنقطة الثانية،
حول السلاح النووي، إذا كان يعني ما يتم تداوله هنا، إذا كان بالفعل، إذا كانت بالفعل أوكرانيا لا تنوي إعادة امتلاك الأسلحة النووية، فلماذا الرئيس الأوكراني زيلينسكي في مؤتمر ميونخ تحدث أو بلهجة مبطنة يعني عمل شنطة يعني ابتزاز، إما أن تتم حمايتنا أو إما أن نخرج من اتفاقية بودابست سنة 1994 بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، والتي تقضي بتخلي أوكرانيا عن أسلحتها النووية مقابل توفير الحماية لها. سريعا، عند اليوم أيضا بتحاورنا مع بعض المواطنين الروس، هذا في إطار التأييد الشعبي، بالفعل لاحظنا تأييدا شعبيا من قبل المواطنين للقرار الروسي بالاعتراف بالجمهوريتين. طبعا أذهب إلى واشنطن. هبة، يبدو أن لديك شيء جديد. نعم، المسؤول الأمريكي الآن في الإحاطة التي يجريها يقول، وهذه للمرة الأولى هذه المعلومات، المؤشرات أن روسيا تحضر قوات الاحتياط وما يعرف يعني النسخة الروسية للحرس الوطني للهجوم على أوكرانيا، وهذا يعني بحسب المسؤول دائما أن روسيا لديها أهداف طويلة الأمد في أوكرانيا. طيب أذهب إلى أندري. أندري، ماذا يعني قوات الاحتياط أو النسخة الروسية للحرس الوطني، وهل يمكن معرفة يعني تأكد من الجانب الروسي من جانب محايد إن كانت هذه هي جزء من الخطة، ماذا يعني هذا روسيا؟ يعني بشكل عام هي كما يبدو القوات لحماية الحدود، ووفقا للاتفاقية التي تم يعني توقيعها مؤخرا بين روسيا ولوهانسك ودونيسك، يعني ضمن البنود في هذه الاتفاقية يمكن نشر قوات لحماية الحدود، لكن حاليا كما أكدت روسيا يعني اليوم ليس هناك حديث عن نشر قوات روسية في هذه المنطقة، لكن هذا الأمر أيضا وارد وسيعتمد القرار الروسي. طيب في هذا المجال أندري، ولكن أريد أن أفهم منك لو سمحت لي، أي من هي قوات الاحتياط الروسية؟ يعني هل هي قوات النخبة؟ هل هي عادة أين تتدخل؟ ما هي سوابق تدخلها؟ ما هي واجباتها؟ فقط من حيث التعريف يعني. بشكل عام يعني يدور الحديث عن قوات حفظ السلام في هذه المنطقة، وقبل فترة كان يدور الحديث عن إمكانية لنشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الأمن الجماعي، وطبعا وفقا أو بصورة مشابهة كما تم بكازاخستان في بداية العام الحالي، لكن قوات الاحتياط هي القوات جزء من الجيش الروسي. أيوة. في أجزاء مختلفة، مثلا قوات حماية الحدود هي قوات خاصة لحماية الحدود، والحرس الوطني أيضا فئة إضافية في هذا المجال. بشكل عام حاليا ليس هناك حديث عن نشر هذه القوات، لكن كل احتمالات واردة نظرا للتطورات المقبلة. مفهوم، شكرا لكم جميعا. شكرا لك أندري كيرسانوف، حدثنا من موسكو من روستوف على الحدود الروسية الأوكرانية من الجهة الروسية. طبعا هذا موفد شرق بدر التوجاني من كييف، كان معنا موفد شرق أيضا أحمد حرزلة من واشنطن، مراسلة شرق هبة نصر. شكرا لكم. أعود وأذكر بما جاءت به هبة بأنه الجانب الأمريكي يقول أن المؤشرات أن روسيا تحضر قوات الاحتياط، وهي على ما يبدو النسخة الروسية للحرس الوطني للدخول في أوكرانيا. طبعا مراسلنا في موسكو وفي روسيا يقول يعني هذه قد تكون جزء من حرس الحدود وضمن اتفاقية الأمن الجماعي الذي وقعها بوتين بالأمس عند اعترافه، أو أول بالأمس عند اعترافه بالإقليمين كجمهوريتين.